معكم الدكتور جورج فرح المعروف بالجورو بالعالم تبع رياضة كمال الأجسام. والله شو بدي أقول لكم، أنا سعيد جدا أني أكون بمراكش وبلد جميلة وشعب جميل الحمد لله، وأنا اليوم هون بعمل محاضرة علشان نساعد الشباب والجيل الجديد يعرفوا طريقة السليمة لكمال الأجسام، للرياضة اللي كلنا منحبها، بقى شيء جميل والحمد لله رب العالمين. ليك أنا يعني لي 35 سنة تارك لبنان، بقى صعب أقول لك أنا شو فيه، ولكن لا الحمد لله الاندفاع هون جميل جدا. أنا عملت يعني محاضرة بلبنان من 4 سنين قبل الكورونا ب5 سنة، كانت كمان أقل من هنا عارف، ولكن أكيد كمان بلبنان كل الدول العربية الحمد لله بيحبوا رياضة كمال الأجسام، بس أنا لأنه رب العالمين أعطاني حياة تانية من بعد السرطان، يبعدوا عنكم كلكم، أعطاني حياة تانية، بدي أنا كدكتور أساعد الناس كيف تنعمل الطريقة السليمة الرياضة اللي كلنا منحبها. مراد كأخي هو كان تلميذي، وأنا أخذته عمل حاز على المركز الثاني، وكان لازم يربح مرتين، مرة بإسبانيا ومرة بالمكسيك، ويعني صرنا مثل الأخوة. بقى لما سألني أنه بدنا نعمل محاضرة قلت له أكيد، أنا للدول العربية أخواتي بعطيهم قلبي على طول والحمد لله. يومين للدورة؟ أكيد تكفي. تقول لك ليش؟ علشان أنا يعني أنا ما حأشبع من الناس ومش حتشبع من أسئلة، لأنه في كتير أسئلة كتيرة حتنسأل، وأنا علشان هيك عملت open forum أنه كل العالم تسأل اللي هي عايزاه عارف، بس اللي بيجوا بيحضروا بهاليومين حيصار يصير عندهم knowledge. ليك أنا لما كنت أروح وأشوف محاضرات لناس تانية مثلا كعلماء كدكتورة بهارفرد كذا، بروح هناك وبدفع فلوس كتير $500 دخولية، ليش؟ علشان أتعلم شغلة واحدة عارف، شغلة واحدة إذا أنت بتتعلمها بتصير أقوى كإنسان، لأنه إحنا كلنا بنعرف العلم نور، وأنت كل ما تتعلم كل ما بتصير تعلم الناس اللي حواليك وأصحابك. بقى أنا بكون فرحان جدا إذا هالشباب تعلمت شغلة صغيرة بسيطة مني حتكون 100%. Première fois au Maroc. Je m'appelle Ahmed Ladra. Je suis le représentant de Aflet. Je suis en parallèle directeur marketing chez Aflet Club. Donc pour la première fois au Maroc, l'Académie Mister Olympia avec et en collaboration avec le groupe Oxygène et la marque Aflet organise une formation avec la présence du fameux monsieur le coach des coachs monsieur Georges Farah, avec l'organisation de monsieur Mourad Zahir. Il y a aussi le grand champion Aziz Jalali, il y a aussi monsieur Medir Bej. Donc tous ces sont là pour l'ultime objectif d'initier les jeunes vers un sport qui est en train d'évoluer au Maroc, d'essayer de mettre au marché international des ambassadeurs marocains qui représentent la nation en bon et due terme, et des champions à l'échelle internationale pour mieux parler des capacités des Marocains dans un sport qui est, un hobby pour la plupart des jeunes ici au Maroc et surtout ici à Marrakech. Le stade اللي هو عندنا واحد السبونسور اللي هو افليت، الحمد لله عندنا ديما متواجد معنا في جميع المتظاهرات اللي كنديروا اللي كنعملوا لي ستاج لي بطولات، هذا حد ذاته واحد الانجاز اللي هو زوين الحمد لله. باقي ما عندناش واحد الكميه من السبونسور اللي غاد نعملوا عليها، وهذه غير بدايه ان شاء الله، وغيكونوا كميه من السبونسور بزاف المحافل ان شاء الله اللي غنعملوا العام اللي ماشي ان شاء الله. كاين واحد البروجي اللي هو ان شاء الله مزيان، غيكونوا فيه دورات تدريبيه، غيكونوا فيه بطولات، غادي يكونوا فيه هذه، واللي حاضر بقوه الحمد لله هو السبونسور ديالنا افليت من جميع التجهيزات، هو ديما حاضر معنا ديما واقف معنا.
إذن هذا حداته واحد الإنجاز اللي هو مزيان، وكنشكر مراد أفليت من هذا المنبر هذا، لأن هذا تحفيز الأبطال وعزيز عليه هو يعاون الأبطال وعزيز عليه لي زاتليت يعاونهم. الحمد لله اللي داز ديجا بطولات اللي هما بطولة العالم وبطولات إفريقية اللي كان مسبونسي شحال من 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 من, من بطل اللي تكلف لهم بزاف المسائل بالبي ديال الطيارة بالملابس ديالهم، عدة أبطال اللي هما شرفوا المغرب في بطولات بزاف. إذن هذا حد ذاته واحد الإنجاز اللي هو مزيان، وحنا ما نكرهوش إن شاء الله اللي سبونسور يكونوا، لأن في هذا الرياضة هذه كتعطي المتطلبات اللي هما بزاف بالنسبة بالنسبة للبطل، لأن كيكونوا عندهم مصاريف كتير، وهاد الرياضة هادي كيخصوها لي سبونسور بزاف. والحمد لله حنا عندنا واحد من لي سبونسور اللي كاينين، ولكن خاصنا اكثر، وخاصنا ما هو رياضي قبل كل شيء، وخاصنا لي سبونسور باش نزيدو ندفعوا بالرياضة القدام وندفعوا بالأبطال اللي غيشرفوا المغرب احسن شيء. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.